في إطار مساعي الملتقى والائتلاف الأهلي لدعم الحريات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة لتعزيز ونشر وترسيخ الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، نظم ملتقى حريات فلسطين والائتلاف الأهلي لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورشة عمل في مدينة رام الله حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين. تأتي هذه الورشة لتناقش كل هذه القضايا. اليوم في عنا ائتلاف، بحب أحكي لكل المؤسسات ولصناع القرار، اليوم في ائتلاف مؤمن برؤيته وأهدافه نحو تغيير هذا الواقع، ومؤمن بأن يكون بأنه يجب وبالضرورة أن يكون للقوى الفاعلة في المجتمع، الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الاقتصادية المختلفة، أن يكون لها دور أساسي في التأثير وفي والمشاركة في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية. الورشة شكلت فرصة لنقاش الواقع الاقتصادي المحلي بمختلف أبعاده، لا سيما في ظل اتفاقيات اقتصادية مع الجانب الإسرائيلي يرى الكثير من الخبراء أنها تقيد الاقتصاد المحلي وترهنه بسياسات إسرائيلية هدفها الأول والوحيد تكريس الاحتلال والتبعية. اقتصاد مرتهن للمزاج السياسي الأمني الإسرائيلي، وليس العدل أدل على ذلك بالمناسبة من اللي كل يوم بتعيشوها إذا أنتم موظفين حكومي، بأنه في آخر كل شهر بصير هاجس الراتب عنا، هاجس أنه 120 مليون دولار شهريا إسرائيل بتحولهم من خزينة السلطة، قرر ضابط أمن يأخر شوي، السلطة بتقدرش تدفع الرواتب. وبالتالي أنا بظن هذا دليل على قديش إحنا مرتهنين للجانب الإسرائيلي في هذا الجانب. ولأن مؤشرات الفقر والبطالة في المجتمع المحلي تبعث بالقلق وفقا للكثير من الإحصائيات، فإن مواجهة ذلك وفقا للبعض لا يمكن أن يتم إلا بربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية. لا يمكن ولا في أي دولة ولا في أي منطقة ولا في أي عرف أن تفصل التنمية الاقتصادية عن التنمية الاجتماعية، لأنهما مبدأان مترابطان متداخلان يؤثر إحداهما على الآخر، وخاصة إذا أنا كاقتصادي بقول إنه التنمية الاقتصادية أو غياب تنمية اقتصادية أو أي ضعف اقتصادي أو ضعف تنمية اقتصادية تؤثر بشكل مباشر وبشكل فوري على الوضع الاجتماعي في المجتمع أو في أي مجتمع إن كان. أما عن أهم التوصيات فقد دعت إلى ضرورة مراجعة سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية وضرورة توسيع المشاركة في رسم السياسات الحكومية، بالإضافة لضرورة مراجعة نظام السوق المفتوح والنظام الرأسمالي. من مدينة رام الله، فارس المالكي، تلفزيون وطن.